وقع المغرب وجمهورية غينيا أمس بالرباط على بروتوكول اتفاق تعاون يلتزم بموجبه الطرفان بتعزيز التعاون في مجالات إعداد التراب الوطني والتعمير والتخطيط الحضري. ويهدف هذا البروتوكول الذي وقعه كل من عبد الأحد فاسي فهري وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وإبراهيم كوروما وزير المدينة وإعداد التراب الوطني بحكومة غينيا، إلى تطوير التعاون وتبادل الخبرات في ميادين التقنية والقانونية بين مختلف الفاعلين بكلا البلدين، وأيضا إلى تعزيز التعاون في ميدان التنمية الحضرية والقروية. والهدف الدقيق من هذه الزيارة وتوقيع واحد الاتفاقية في مجال ديال التعاون في مجال إعداد التراب، التنمية الحضرية، سياسة المدينة إلى غير ذلك. اتفاقية ديال تبادل الخبرات ديال تكوين الأطر، وفي الواقع اتفاقية تجي في سياق واحد التعاون متين. هذه الاتفاقية في الوقت أن البلدان بجوج تواجهوا طبيعة الحال في ظروف مختلفة، واحد العدد الإشكاليات تتعلق بالمسألة ديال التمدد المتسارع، الضغط على المدن، معالجة واحد العدد الإشكاليات، السكن غير اللائق، توفير السكن الميسر لمختلف شرائح ديال المجتمع، كذلك إشكاليات تتعلق بالتخطيط الحضري، بإعداد التراب، وفي المجالات كلها. إذن هناك إمكانيات ديال التعاون، تبادل الخبرات، تكوين الأطر، وهادشي معمول به، ولكن علينا أن نطورها.